البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، دي يافطة. انت اشتريت حبة حاجات من محل عادي جدا، او مراتك اشترت حبة حاجات، راحت البيت لقت الحاجات مش هي، فراجع المحل تقول الحاجات مش هي. وانا مش معترض على حاجة، لان الحاجات يا حجمها يا مقاسها يا طولها يا عرض. باختصار تعالوا نبص بس على فاطمة المعلم جوزي بقى. خير يا فندم؟ لو سمحت عايز اي مسؤول هنا لو سمحت يتكلم معايا. طيب دقيقه واحده انا هقدر حاجه من دلوقتي. مدام وديده، ها؟ في زباين عايزين حضرتك. انت صدق مش تمام. في زباين عايزين حضرتك. يا زباين ها؟ انا عجب بقى زي الحلاوه الطحينيه. جاي من المحل ومعايا المدام. معلش مش سامعاك. جاي من المحل معايا المدام بتاعتي وراكن العربيه بره. بتشتري ايه حضرتك؟ فانيلات ليا. ليك انت؟ ليا انا. ليك انت؟ هي دي الفانيلات اللي تديها لها؟ تيجي كده مقاسها دي؟ ايه ده؟ دي الفانيلات اللي انا البسها؟ دي كراجل جزار يلبس حاجه زي دي؟ حضرتك ايه؟ نعم. كراجل جزار؟ اه. وفي مذبح؟ انت جزار؟ يلبس حاجه زي دي؟ انت جزار؟ اه. وفين؟ في المذبح. في المذبح؟ اه. وتلبس ايه؟ فانيلات زي دي؟ افتح القلب شويه، حاول تلبسها حضرتك. البس ايه؟ ما هي بتطول حضرتك. تطول ايه يا مدام؟ ده كل الموضه حضرتك كده دلوقتي. موضه ايه يا مدام؟ احنا جزارين ما نعرفش الا موضه ولا بتاع، احنا عايزين حاجه فانيلات ليا. لو سمحت. ايه اسم حضرتك ايه؟ ممدوح. اهلا بيك يا ممدوح بيه. انا وديده. اهلا وسهلا. مديره المحل هنا حضرتك. اهلا وسهلا. وحضرتك انت مالك ومال اسمه؟ انت هتناسبيني؟ مش مالك ومال اسمه؟ مش سامع حضرتك. انت مالك ومال اسمه؟ انا عايز اسمعك كويس. قول حضرتك. تسمعيش؟ معلش انا عندي ودني الشمال دي حضرتك فيها طحلب. طحلب ايه وبحلب ايه حضرتك؟ يعني ايه طحلب؟ بعد اذنك يا ممدوح. لو سمحت. لو انا بستاذن حضرتك. آه. تخليها تسكت بس عشان هي عماله تتكلم ومضايقاني. ايوه يا مدام. ممكن تعلي صوتك شويه بتكرار. لو سمحت يا مدام اي مسؤول. ايوه هنا نتكلم معاه لو سمحت. هجيب لك مستر. اتي مستر اللي تجيبيه. اتفضل احكي له بقى. انا جاي من المحل، جبت المدام معايا والعربيه وركنتها بره. اوعى اوعى. ايه اوعى؟ انت بتهزدينا ولا ايه؟ اوعى اوعى. ايه اوعى الطريقه دي؟ طريقه ايه؟ ايه بنبهك. طريقه ايه؟ بنبهك. ايه عملكوا دي في البلد؟ نجيب ست فانيلات ينفع دي؟ عامله زباين في جزار يلبس حاجه زي دي؟ ايه ده؟ دي تخش دماغك؟ جزار يلبس حاجه زي دي؟ حضرتك اتكلم بعقل بس عشان عقل. هو انت شايفاني مجنون؟ اوعى. شايفاني باكل؟ اوعى. ايه اوعى؟ اوعى. ايه انا بقول لك توعى توعى. اوعى. ايه ما انا بنبهك. ما بنتهددش. ما انا بنبهك. ما بنخافش وما بنتهددش. اعلى مقرك الكبير. اولا في حاجه مهمه قوي كان لازم تعرفوها، ان البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. دي فين دي؟ طب موجوده فين دي؟ وانا حضرتك وبعدين احنا ما اشتريناش وبعدين نرجع تاني. انا حطها لك بره شاريه فانيلات لجوزك مش حاجات اطفال. البضاعه المباعه لا ترد. ماليش دعوه. احنا شاريينهم. ماليش دعوه. احنا شاريينهم وجايين نرجعهم. يا ستي ماليش دعوه. لكن احنا شاريين. انا عايز الفلوس بتاعتي. عايز الفلوس بتاعتي. انا ماليش دعوه. وادي فانيلاتك اهي. الفانيلات دي ثمنها كام؟ 72. ليه هم كام فانيله؟ سته. 6 12 ب 72. انا هدي لك في دوله حضرتك 12 جنيه. ليه شايفه خطبة على لعبت هنا؟ ايه شايفه خطبة في لعبت هنا؟ فين حضرتك؟ ممكن انا مخطوبه انا مش واخد بال. ايه يا وليه؟ انت بتوريني ايه يا وليه؟ انت شايفاني عاجل في المذبح؟ ده العجول اللي بتتخدم في المذبح عندنا. يا ست خلصينا. الله يخليكي. لا يكسروا لك اولع لك فيه بجاز. يا ست الله يخليك. خلينا على فكره يا ممدوح انت عصبي. يا ست خلينا امشي. عصبي زي المرحوم جوزي. ان شاء الله بامر الله هتحصليه. احسن والله هتحصليه. ازاي يعني؟ زي الناس. ايه يعني فكرة. ما خلصيش دول وتديني الفلوس هتخلصيني بقى هتحصليه. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ هعلقك ان شاء الله على الباب زي الذبيحه وشفيك وتاكل منك 4 شرط. شرط ده على الصفين رايح جاي. الست دي سيبها بقى. سيبها ربنا يكرمك. سيب ايه؟ ان شاء الله يجوزك. يا مدام الله يخليك. نعم. هاي يجوزك انت يعني؟ ايوه. من حلاوتك وجمالك؟ اه يتجوزني. مالكيش دعوه انت. يتجوزني ما تجوزنيش ليه؟ اصم افطر على بصله. انا بصله؟ يا مدام. يا ممدوح. يا مدام خلصت للدرجات دي؟ عينيك كده بنظري مش شايف. انت بزعلي عشان فاكر ان انا لوحدي؟ ما انا معاك حد. وريني هتجيبي مين؟ انا هجيب لك اصغر ولادي. هات اللي تجيبيه. يا رودي. اه
المذبح هناك لولا ما ابوكم بيتخانق قلب. رودي تعال يا رودي. ماما دودة تعال. الراجل ده بيطالبني بفلوس. انا عايز 72 جنيه دلوقتي حالا. فيه؟ عايز 72 جنيه حالا. مفيش 72 جنيه. عايز 72 جنيه حالا. مفيش 72 جنيه. طب اوعى وريت بقى نبص على اسماء ومنى وعملوا ايه في المحل. نبص انا جيت من ساعتين اشتريت ترنج ب 45 جنيه. ها؟ روحت البيت لقيته بشكير. يرضي حضرتك؟ حضرتك ما عرفتيش دي؟ ايه دي؟ حضرتك؟ ايه دي؟ اه تنبيه هام. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. ماشي. اه ادارة المحل. مخبيها ليه يعني؟ مخبياها؟ اه مش تعلقيها في مسمار ولا حاجة؟ ما هي قدام حضرتك اهي. حضرتك دلوقتي انا بقولك انا عايزة ترنج. مش عايزة البشكير. دلوقتي حضرتك قريتي اليافطة؟ قريتها ولا نقلتها اعمل بيها ايه يعني؟ انا عايزة الترنج بتاعي. انا مش عايزة البشكير. الله يرحمك رب العود. كانت تقول لي كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. الله يحرقك انت وهي. انا بقولك عايزة الترنج بتاعي. في ايه؟ دينا الترنج بتاعنا ودينا البشكير بتاعك ده نهار ما يضربه الدم. ايوه. مش هجيب 20 جنيه 15 جنيه. أيوه. انا دافع 45 جنيه. هتجيب لي 45 جنيه ولا هتجيب لي الترنج؟ قريت اليافطة عندك. انا مالي امال الزفت التين دي؟ الله يرحمك يا سانت ووت. انت ليكي طنط؟ ايوه. انت ليكي طنط؟ ايوه. انت اساسا ما علم وشك كده راحت. ايش ده يعني؟ انت جابوكي منين؟ طلعوكي بكفاله من الترج ولا ايه بالظبط يعني؟ ما تخبطيش فيا. اخبط ايه؟ جالك خبطه في دماغك. اوعى. اوعى دي. اتفضلي. اهو المسؤولة اهو. من ساعتين اشتريت ترنج ب 45 جنيه، روحت البيت لقيته بشكير. اكلم مين يا جدعان؟ بعد اذنك علي صوتك عشان يفهم ايه الموضوع حضرتك. من فضلك انا جيت من ساعتين اشتريت ترنج ب 45 جنيه، اغنيها؟ لا تغني ايه؟ امال ايه؟ اعمل لك ايه؟ دلوقتي عرفت الموضوع؟ شوف لنا بقى حل. خلصت؟ انت بتكلمي ليه حضرتك؟ امال اكلم مين؟ انت بتكلمي واحد ما بيسمعش. انت مجنونه؟ انت وليه انت فين؟ فين؟ دلوقتي خلصيني، شوفي لي حل للموضوع اللي انت بتعمليه دوت. فين؟ طيب هقول لك. قولي. قولي حضرتك. انا هشتري منك الفوطه دي ب 10 جنيه. بايه؟ ب 10 جنيه. 10 عفاريت لما انا اتضوكي. ليه في ايه؟ في ايه؟ انت بتعملي ايه دوت؟ في ايه؟ انت لا صغيره الدم ولا فيك وش واقفه. ولا تقدري تعملي حاجه. هولع فيكم اللي جايبيني كمان. في اللي جايبيني؟ ايوه. كمان؟ ايوه في اللي جايبيني. ولا هتقدري ولا تعملي حاجه. ليه ما اقدرش ليه؟ هلا بقول لك. انا هوريك اعرفك ولا لا. وريني. انا هوريك اعرف ولا لا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصي بس بصي بس بصي بس هتصور من غير ما تحس. فؤاد لا تعليق. ونبص بس. ده قميص تدهوني ده؟ انا واخد قميص ب 40 جنيه اروح الاقيه بلوزه حريمي؟ يعني ايه مش فاهمك؟ انا معرفش ده بلوزه حريمي وفي حاجات كده حريمي. الخياطه دي ساسونه. معرفش انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. دي حضرتك ساسونه. لا تجيب الحاجه اللي انا منقيها. دي حضرتك ساسونه. ماليش دعوه بالساسونه والبابونه. اوعى. اوعى ايه؟ مجنونه ولا ايه؟ اوعى. اوعى ايه ولا ايه يا مجنون انت؟ كابتن حماده. حماده فين حماده ده؟ انت بتكلمي نفسك؟ كابتن بص الاشفر على جنب والابيض. انت مجنونه ولا ايه؟ انت بتكلمي نفسك؟ في ايه يا حضرتك؟ مفيش حد غيرك في المحل اكلمه؟ ايه الطريقه دي؟ انت مجنونه؟ انت بتتكلم ازاي كده؟ انا بتكلم كده من بقي. يعني محترماك. ما لازم تحترميني طبعا. انا ممكن اديك بالاربعه دول في براخينه. ايه اللي احنا فيه ده؟ انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. هينفع ولا مش هينفع؟ حضرتك دلوقتي انت لابس قميص زي الفل. انا لابس قميص سكره. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. هينفع ولا كسر المحل؟ الله يرحمك يا طنط قوت. طنط مين؟ طنط قوت. قوت؟ ايوه. ولا قوت ولا خيار. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. كانت تقول يعني حلاوه الهدمه. ايه؟ من حلاوه الندمه. حلاوه ايه؟ حلاوه الهدمه. اه هتقولي اشعار. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. هينفع؟ الله يرحمك يا دودود. الله يرحمك. فين ال 40 جنيه بتوعي؟ الله يرحمك. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. هو انت ما بتتأثرش خالص؟ ما اعرفش. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. يعني انا بعيط قدامك لما انت ايه اللي انت بتدهولي ده؟ بتحلقي لي؟ حماده. فين حماده ده؟ رص الحاجات اللي جوه كلها. فين حماده ده؟ ولا يا مجنون انت بتكلمي نفسك؟ الابيض الابيض جنب الابيض. ها؟ ابيض ايه؟ فين حماده ده؟ انت هتقعد تزعلي؟ مفيش حد في المحل هنا غيرك. اديك في مراخيك. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما تزعلنيش منك. ازعلك من اللي انت تعرفيني قبل كده يا ست انت؟ انا لما دخلت شفتك شاب روش ومهدب وظريف. وانا بحترمك عشان انت قد جدتي. قد مين؟ جدتي.
يا واد انا ما كملتش 74 سنة. 74 ايه بس؟ انت مدة صلاحيتك انتهت خلاص. اوعى. انا عايز ال 40 جنيه بتوعك. اوعى. اوعى مين؟ اوعى. اوعى مين؟ لما اقول لك اوعى توعى. انا هاتيلي ال 40 جنيه، انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. طب اهو. ماليش دعوة باليافطة دي. اهي اليافطة اهي. قلتها لي 100 مرة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. ترميها ليه؟ ماليش دعوة. هديك بال 4 دولار. ما تعرفيش تديني بحاجة، أنا عايز فلوسي. عايز ال 40 جنيه بتوعي. أنت بتغلط فيا ليه؟ أيوة أنت وليا مجنونة. أنا مجنونة. هتجيب ال 40 جنيه بتوعي؟ ولا كسر المحل وابوظه؟ اوعى. هبوظك البضاعة. اوعى. ما تقوليش اوعى، أنا عايز ال 40 جنيه بتوعي. كابتن محمد. كابتن محمد فين محمد ده؟ في إيه؟ في إيه؟ وبكده نقول يا رب نتقابل بكرة، شكرا ليكم.